ايش هذا؟ ليش هذا يضربني؟ ليش ما نسوي عداوه بين وبينه؟ اوه انا تعي. ليش رجعنا للبيت؟ كانه كنا بحلم. واو جو رومانسي. واخيرا يس سلام يا المعركه. هذه اكل مهبه الثاني مو طبيعي اللي صار. يوم جديد. هاي يا سلام شنجرك السريع. جاي اشوف شيء من هنا. لحظه هذا ايش؟ انا شايف هذا الشيء سابقا. ايرون بعد ما اتوقع نحتاجهم ولا اتوقع نحتاجهم ولكن العظم هواي يا شباب. ما عم بتفارغ هذا. يس تعال وعزون بزنان. صراحه الجمل طلع رهيب. في شيء هناك او هي بس منطقه عاديه؟ لافا. منطقه هاي غريبه ورمالها غريبه. ايش وات معبد ثاني يا شباب؟ احنا تهنا وكل مره جاي نشوف شيء جديد منا. هذا اول صندوق ما في شيء. هذا صاني صندوق وعدهم عظم. اجي شيء جديد واللي هو هذا عندهم شيء جديد. اوه الماسات طبعا عندهم عظم. جو اوه عندهم ايرون. ثلاث ايرونات اربع ايرونات. خليه جديد يا شباب. اخر صندوق ولا عندهم شيء. الصراحه راح اخلي الجمل هنا يا شباب لانه ما اريد اخليهم بعيدين عن الصحراء خاصه ان هم يعني للصحراء موجودين فيعني ليش. هات السيرج ومع السلامه. ايوه هنا. بس اتوقع هاي القرية جيناها من قبل. ما ادري ليش عندي احساس ان هاي القرية مالتنا. هاي هذا الباب مفتوح. يب هاي القرية اتوقع زرناها. يب 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 يا شباب انا جاي لهاي القرية. صراحة عالم ماينكرافت مرعب. قرية جاي اشوف قرية. اوكي ممكن 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 قرى احنا زرناها سابقا. ان شاء الله نشوف صناديق. على الاقل جيبوا لي فت صندوق مميز يعني. فت صندوق واحد يعني. يا ساتر هذا بيته فقير. ليش ما عندهم ولا اي صندوق؟ انا مو فاهم. ولو يا شباب صندوق. توقع هاي المنطقة بيها شيء مميز. شفنا حمار. ايش تحب؟ اوه حبني. يا سلام يا سلام حمار هسه موجود ويانا. مش يا حمار مو هواي سريع الصراحة. يلا ايش نسوي؟ وهو على الورود انا والحمار والجو رومانسي. حمير العائلة. اوكي شوف اعطيني السيرج وروح ويا العائلة. نا 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 شوف هذه القرية. عندهم مكعبات جديدة بعد هذول. واو قريتهم او ثلج. شرات ما ثلج بطاطس عندهم هذول. نايس صراحة قرية بعد قرية بعد قرية. ادري بان انتم مليتوا وانا مليت. هاي هاي متجمدة هنا يا شباب. هنا جاي احس انه لازم اكل هواي. او كلب. واخيرا يحبني. واخيرا يس حبوني. امشوا ثلاث كلاب. يا سلام يا سلام. هذا ايش عنده؟ انت مثل هذول. ايش هذول؟ شلون دمجت؟ اتوقع من هاي النبته. يس هاي صراحه راح اسميهم ميسي سواريز ونيمار الصغير. راح اسميه نيمار. ديب تهجم عليه. يا سلام يا المعركه. اسطورتي يا مان صورتي وياكل اللحم مال شزمه. ابلعوا ابلعوا اساطير. يس اتوقع ياكلون بعد لحم الخراف. خلاص خلوهم ياكلونها تفضل الوجبه اذا تريدون. ياب الصغير راح ياكله. ليش ما نسوي عداوه بينهم وبينه؟ اوه يا سلام اكلوا هذا الخروف بعد. هاي والله وبيتي صراحه الظاهر ضاع. تشوفون بيتي انتهى كأنه اللي سويناه كله ما صار. جاي اشوف قرية. سؤال تتجرن عليه؟ تتجرن على هذا؟ وراك وراك. هاي هجموا عليه من ورا. تعال يا كلب. يا ساتر يا الضربات مالته. قتلوه. ممتازين يا شباب والله فزتوا بمعركة خيالية. اوكي خلونا نشوف هذه القرية ايش فيها. عندهم جولد. نايس ننزل. او 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 ماي ديس. هذا ايش عندهم؟ حصان غريب. سيرج مال حصان رهيب. قرروني ليش جايبه بهاي الطريقه. الماسات الماسات خلاص خلي الماسات العادة هنا. خلونا ننضم لهم. راح ابني بيت وارجع لكم يعني. شباب حاب ازرع هاي هنا. ما ادري هل راح تنبت؟ ما ادري صراحه. بعدين ممكن نحط لها شيء على مود تكبر بسرعه. بيتي باختصار يا شباب هذا هو. بيت بسيط على مود ما يضيع. ادخلوا يا كلاب. طبعا من هنا ننزل لبيتي تحت الارض.
وهذا هو بيتي طبعا تحت الارض. طبعا من هنا نشوف منظر رهيب جدا جدا جدا. ادخل بيتي جوه دافيه الحمد لله، لسه ما سويت الباب ما ادري ليش. اجون لازم نروح ونشوف كيف، عندنا اكل ليش ما نروح؟ طبعا شباب اجلس اجلس، راح بمهمه وارد اي احد وياي. الشباب لازم اروح. واو ثلج. بما انك انت رايح الكهف هنا لافا، وجلبين خلوني اروح اجيب لافا ثانيه. طبعا هذا الشيء اسطوري اللي صار، واو مو طبيعي اللي صار، المكان صار رهيب. شباب ايش فيه؟ طبعا هنا سويت الجريده ان شاء الله خير، راح اروح. وات والله جاي، كنت جاي افكر انه ادور على كهف، بس الكهف هو اللي دور علي. ورين هاي، هاي زومبيز. احا صراحة حدا في يشوف دايموند وما ماتوا، واو الصراحة من البداية ما اريد اقاتل هواي. ايه علينا، تعال تعال. هلو منور منور يا ولد، هذا ايش؟ واو تعال تعال، واو واو تعال حبيبي. زومبيز هواي ما ادري كيف، غير مريح صراحة. الهروب على نصف علامة الرجولة يا شباب. واو الزومبيز الموجودين، واو وات. ايش هذا؟ ليش هذا يضربني؟ ليش جاي يضربني؟ وين وين؟ ليش مو يم بيتي؟ ما تهجمت عليه، ليش تهجم علي؟ ذيك المنطقة هذه منطقتي. يب 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 يب. ليش تشوفون بيتي؟ أنا مو فاهم يا شباب، ليش رجعنا بعد كل هذه المعاناة اللي شفناها؟ ليش رجعنا للبيت؟ أول نومة راح أرتاح. ليش؟ كأنه كنا بحلم، كأنه ما صار، كأنه اللي سويناه كله ما صار. مو طبيعي اللي صار اللي هسه. رجعنا بالحلقة الثالثة البيت، ولكن بعد ايش؟ لازم انهي هنا حلقة، لأنه أنا ما عندي أي فكرة ايش أسوي هسه.